أداة يدوية تستخدم للبناء. فرشة. شيء ينتج عنه رغوة. صابون. غرفة في المنزل تحتاج تنظيف يومي. مطبخ. شيء تفعله لمقاومة الأرق. أنام. ملبس نخلعه في الحر. القمصلة. شكرا. جيد ممتاز. خلي نشوف الإجابات وهو هذا الأهم. إذن خلي نشوف الدرجات اللي جبتيها على إجاباتك لخمس الأسئلة اللي سألناك إياها. السؤال الأول كان أداة يدوية تستخدم للبناء. قلتي فرشة، فرشات. هاي الفرشات شنو؟ طبعا صفر، لأن الفرشة مصبغ بيها، مو نبني بيها. نبني بيض يعني أداة يعني شنو؟ يعني أنا أقول لك شنو؟ بس أقول لك يعني مثلا الشاكوش مثلا هذا اللي يلبخون بيه شو اسمه؟ لا لا، هواية أكو أشياء، هواية أكو أشياء هي غير يعني نعرف أنه شاكوش عندك مثلا، الفأس عندك، الكرك، المنخل مع الاسمنت أو الجوص، هواية تفاصيل أكو. بس مو الفرش، الفرشة مو تستخدم البناء وإنما لصبغ الحيطان. بس ما يدخل هذا، يدخل على الفينيشينج. السؤال الثاني كان شيء ينتج عنه رغوة. قلتي صابون. الصابون، والصابون بيه رغوة. خلينا نشوف. شفتي هذا الكمبيوتر 30 نقطة انطاك اياها مضبوط. السؤال الثالث كان غرفة في المنزل تحتاج تنظيف يومي. ايش قلتي؟ مطبخ. المطبخ هي غرفة، بس غرفة مو مال النوم. ثمانية وعشرين نقطة، والله حلو. إذا سأحول غرفتي إلى مطبخ أو من مطبخ إلى غرفة. السؤال الرابع شيء نفعله لمقاومة الأرق. قلتي النوم، أنام. أنت ما قاعدة تنامين، يعني أنت متأرقين، فبالتالي صفر خطأ. السؤال الخامس ملبس نخلعه في الحر. ايش قلتي؟ قمصله. القمصله، القمصله. وجابت لك 21 نقطه، 79 نقطه، رقم يعني معقول ومتواضع امام سرمدي لازم يجيب 121 نقطه. يا ابويا تفضل اذا هاي تفضل. خلينا نشوف الاخ سرمد، خلي نشوف الأخ سرمد إذا يقدر يجيب 121 نقطة. الأخ سرمد تفضل. تفضل.